السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في همسات. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من المقبولين بمن قبل صلاتهم وصيامهم ودعاءهم وسائر أعمالهم. أحبتي، همستنا في هذه الليلة مع حديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي يقول فيه: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. أحبتي، سوف أقف فقط مع قوله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. علق العلماء والأحبة في قوله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن المولى عز وجل جعل ثواب الصوم وأجره إليه، فأجره لا يعد ولا يحد، لأن الكريم جعل الأجر إليه جل وعلا. وقالوا أن السبب في ذلك أسباب، منهم من قال أن الصوم جمع المولى عز وجل فيه جميع أنواع الصبر 3. الصبر 3 أنواع: صبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله، صبر عن محرمات أو محارم الله. والصوم جمع ذلك كله، جمع أنواع الصبر 3. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصبر صابرون أجرهم بغير حساب. وقال بعض العلماء أن الصوم عمل قلبي، عمل باطني، يعني الإنسان قد يصلي مع الناس وأمام الناس، قد يحج أمام الناس، كثير من الطاعات أمام الناس، لكن الصوم من الأعمال القلبية، الأعمال الخفية، لذلك يتحقق فيها جانب الإخلاص. جانب الإخلاص أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله عز وجل، لذلك يتحقق جانب الإخلاص في الصوم، لذلك المولى عز وجل جعل أجره إليه. قال هذا العلماء هذا من الأسباب. وقال بعض العلماء أن الصوم لا يدخله القصاص بين الغرماء يوم القيامة، فمن أتى يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئات فطرحت عليه. قالوا: إلا الصوم، فإن المولى عز وجل حفظه لصاحبه، فلا يدخله القصاص، فلا يدخل حق الغرماء، خلاف عن باقي الأعمال. الله أكبر، هذا يدل على أيها الأحبة على عظم هذه العبادة العظيمة. ونحن في هذا الشهر الكريم نتمتع بهذا الكنز وهذا المنزلة وهذا الصوم وهذه العبادة التي المولى عز وجل قال في حقها: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم اجعلنا من الصائمين لوجه يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين.